هو حاجه تاني. مين احرف واحد في الكوره في مش هقدر اقول لك واحد بس. طب بس قولي انا قول لي خمسه. مش هقول لك. بص مبدئيا خلينا كده، كابتن عبد الستار صبري دخل على جنب لوحده عشان ده في حته تاني خالص. ماشي. فخلي الكابتن عبد الستار لوحده. ماشي. انا بحب الكابتن حازم امام جدا. ماشي. حازم امام الكبير. كابتن حماد عبد اللطيف. ماشي. حاوي فعلا. كابتن رضا عبد العال. ماشي. كابتن احمد فاروق. ماشي. انا مش هقول الاسامي اللي موجوده دلوقتي، انا اقول لك من الناس اللي بطلت يعني. بقول لك من الناس اللي الجيل القديم. وممكن اقول لك خمسه من الناس اللي موجودين دلوقتي. ما ده كده فتحت مننا، فتحت بقها. وكابتن وليد صلاح الدين. دي كده الخمسه بتوعنا. الخمسه بتوع زمان يعني. الخمسه بتوع دلوقتي. بالنسبه لي انا انت ممكن تختلف معايا. انا بحب محمد ابراهيم جدا. محمد ابراهيم؟ لا مش محمد ابراهيم. حريف واتظلم في الكوره جدا، اكتر واحد شايفه اتظلم في جيله في الكوره. محمد ابراهيم حريف جدا، عنده موهبه مش عند حد. مش اختلف. اختلف مختلف ليه؟ هيما جامد. ابراهيم كمان مختلف يعني. عارف ابراهيم في حريفه كتير قوي في مصر، بس محمد ابراهيم مختلف. محمد ابراهيم عنده كل حاجه في الكوره حلوه. عنده رؤيه وكان سريع وكان حريف ودريبل كويس وبيعرف يجيب جول. خلي بالك بيلعب على الجول كويس جدا. وخلي بالك محمد من اللعيبه بتاعه كويس على فكره، عندها غيره. ايوه انا بقول لك مش يعني مش ما عندوش لا مبالاه. ودي مش في اللعيبه الحريفه يعني، قليلين جدا اللي تلاقيها عند اللعيب حريف. بحب مصطفى فتحي جدا. ماشي. رمضان صبحي. ثلاثة. دي اختيارات بس، خدوا بالكم يا جماعه دي اختيارات. لا دي الكابتن محمود عبد الحكيم. الخمسة اللي شايفهم من وجهة نظره من الجيل القديم دول أجمد خمسة. قال لك خرج عبد الستار صبري بره القصة عشان هو ملوش مثيل. وبعدين قال خمسة. شيكابالا من ضمن المجموعة؟ طبعا. أنت ما قلتش شيكابالا. لا لا لسه. لا خد بالك أنت ما قلتش. أنت الراجل حبيبي ما تقعش. لا خد بالك أنت لو ما قلتش. بس محمد إبراهيم، مصطفى فتحي، رمضان صبحي، شيكابالا، أيمن حفني. أيمن حفني. دول الخمسه اللي بالنسبه لي موضوع كده. واقول لك على واحد تاني والله يدخل معاهم حريف جدا، وليد حسن. وليد حسن برضه اتظلم يعني. اتظلم يعني. لعب برضه لعب كبير على كبر. لعب فتره في الاتصالات والانتاج، وبعد كده لعب في الدرجه الاولى ورجع لعب مع الانتاج تاني. والمصري وماشي الانتاج. وليد حريف قوي. حريف بجد مش هزار والله.